عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شوفوا الأجواء، أجواء مكة هذا المساء ما شاء الله أجواء ممطرة، أمطار غزيرة. شوفوا لها جاية من طبعا من جهة الغرب، جايتنا سحابة قوية ما شاء الله على عموم مكة المكرمة. السحاب على نشاهد كثافة السحاب على غرب أو شمال المسجد الحرام، وراح نتجه معكم الآن إلى الحرام ونشاهد بإذن الله أمطار غزيرة على الحرام وساحات. شوفوا شوفوا الجمال ما شاء الله تبارك الله. طبعا قبل غروب الشمس تقريبا بربع ساعة زي كذا، لكن شوفوا الأجواء ما شاء الله كيف. ندخل يمين أحسن، أقل شيء نصلي في مسجد النافع، يمكن ما راح نقدر نوصل الحرم. شوف الأجواء، هي تقريبا جهة شمال وشرق مكة المكرمة والحرم المكي الشريف. طبعا نشاهد على اليمين جبل ثور، جبال الهدى، جبل الخندمة أمامنا الآن، لكن الأجواء ما شاء الله على الحرم ويسار أو شمال الحرم. طبعا كيف نقول لكم الصورة، لكن جزء من السحابة تنشاف الآن. الآن حي الإسكان بالله، يشوفوا صورة المنارات، منارات المسجد هذا مع ساعة مكة، تنشاف ولا ما تنشاف ما أدري. شوفوا الآن ندخل من تحت الدائري الثالث ونتجه إلى حي الخالدية، ثم الدائري الثاني، مرورا بالمسفلة، ثم جبل أجياد. إذا أمدانا نلحق الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النافع في جبل أجياد، بس أهم شيء نكتفي لكم بالتغطية الجميلة والسريعة هذه لأجواء مكة هذا المساء. الآن ندخل حي رصيفة وحي الخالدية. حي المسفلة، شارع المنصور على اليمين ما شاء الله، راح نتجه يمين إلى حي الخالدية. هذا حي الطنطباوي، داخلين الآن النفق ويخرجنا على الجهة المقابلة من حي الطنطباوي وحي المسفلة ومنطقة المسفلة وشارع إبراهيم الخليل والمسيال والهجلة. هذا مخرج إلى المسفلة وشارع إبراهيم الخليل، ابتداء فنادق المسفلة وشارع إبراهيم الخليل من هذه المنطقة. بداية على اليسار فندق فلسطين، وهذه على اليمين مواقف سيارات، مواقف سيارات بمقابل مالي. طبعا راح نطلع نوقف فوق الجبل هذا اللي فوق الأنفاق، جبل أجياد. الآن راح يكون الحرم ما شاء الله.
المعتمرين وضيوف الرحمن. ما شاء الله تبارك الله، صورة جميلة لشارع جياد، الأجواء الجميلة، الأمطار، ضيوف الرحمن يملؤون الشوارع وأمام الفنادق، يستعدون ويتوجهون إلى ساحات وأروقة المسجد الحرام لأداء صلاة المغرب وصلاة العشاء. ما شاء الله في الصباح وتكون أجواء جميلة في هذا الشارع، ونشاهد كثافة عددية وتواجد لضيوف الرحمن أمام الفنادق في الصباح. قبل فترة حصلنا شلال على اليمين، كان في شلال على اليمين. ما شاء الله، هذا شارع زياد. طبعا شلال خفيف، لكن ما شاء الله في الحلقة السابقة، في حلقة سابقة ما شاء الله شفنا شلال كبير من هذا المكان، وإن شاء الله موعودين بخير بإذن الله في الساعات القادمة نشاهد السحب. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا شارع زياد، ما شاء الله كثافة عددية لمواقف السيارات، لضيوف الرحمن، للحافلات. شفنا الشلال راح نتوجه الى اعلى قمة جبل زياد. شوفوا ساعة مكة بدأ الاذان في ساعة مكة الان. هذه فنادق ميريديان في منطقة كدي، اقرب نقطة للحرم. تركب مع الحافلات الى تحت الوقف، وقف الملك عبد العزيز، تقريبا 5 دقائق وانت في الحرم، ساحات الحرم. شوفوا جبل الشراشف امامنا الان. شوفوا ساعة مكة بدأ الاذان.
لا إله إلا الله. طبعا انتهى الأذان في الحرم المكي الشريف، نشاهد ساعة مكة لا زالت مضاءة، وانتهى الآن الأذان ما شاء الله، نشاهد جمال الصورة والكثافة العددية لضيوف الرحمن القادمين من أجياد كدي والدائري الثاني، وهذه الأجواء الجميلة، نشاهد السحابة الكثيفة ما شاء الله قادمة من 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 جنوب المسجد الحرام، نشاهد جبل خندمة يعانق السحاب ما شاء الله تبارك الله. وعلى هذه الإطلالة الجميلة، وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نصلي في مسجد النافع، تقريبا أحد المساجد القريبة للحرم وساحاته، ثم نكمل لكم تغطية إن شاء الله في حلقة قادمة. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.